اخوان السلام عليكم. هذا واحد البلان بغيت نبارطاجيه معكم. الا كان شي واحد انتريسي، شي واحد الى مشى للشمال ولا بغى يمشي للشمال ولا غادي يمشي للشمال مره اخرى ان شاء الله. راه مريم عنده واحد الكابانو، ها نتوما شوفوهم كيفاش دايرين. ها هما شاختو فكره. ها المنظر علاش كيطلوا. ها انت هذه هي لافي اللي كتشوف فيها. هذه واحد لابارتي، هاد لابارتي التحتانيه هي اللي كاينه كتطلع على هاد الباصه ديال البحر. غنقول لكم الثمن ونقول لكم شنو كاين هنايا. بصح قولوا لي نتوما واش بون افير ولا ماشي بون افير، واش مزيانه ولا مزيانهاش. انتوما انا طلعت واحد الشيء قال لكم مزيانه هاي البارتي اللي جايه لتحت، اللي تحت كتطلع في الدروج. شتي كيفاش هاد البلاصه التحتانيه؟ البلاصه التحتانيه كتطلع على البحر، دايره بحال هكا هاي. سينو كتمشي بحال هكذا. كاينين هادو، هادو جاهم كيطلعو للبحر. هادشي كولو نطلع من هنا، غنمشيو من هنا. هاد البلاصة هادي جات من مليق، قريبة لسميتو، قريبة لاكوط. هذا لاكوط، تتشوف لاكوط نيت. هاهي عاوتاني، ها واحد لافو. كاين هادو كيطلعو على البحر الفوق. زعما انا الثمن جاني مزيان بارابور داكشي اللي كنسمع. كاينين هنايا اللي فيها غير بحال، كاين اللي فيها غير بحال غير صالون وفوسط منه كوزينه بحال امريكان بحال لوفت، وكاين اللي فيها هذاك الصالون وانفاس مع الكوزينه وبيت، وكاين اللي فيها جوج بيوت وصالون، كل وحده بالثمن ديالها. ها نوريكم كلشي ونقول لكم الاسمين كاملين. الثمن راه تيبدا من شهر 8، شهر 8 الثمن كيبدا من 500 درهم. 500 درهم. ها نتوما نشوفو هذا الباركينغ، هذا الباركينغ الفوقاني كيفما قلت لكم الاخوان. هذا الباركينغ الفوقاني هو هذا. هنايا عاوتاني غادي نوريكم واحد لي كابانو كيطلعو على الغابة. ها انت شوف زعما بلاصة زوينة الصراحة تقال. هانت كاين هاد لي كافانو غنوريهم لكم لتحت، كيطلعو على هاد الغابة هادي. كيما قلت لكم الاخوان هاديك اللي فيها غير تنهضر على شهر 8. دابا حنا راه شحال في الشهر؟ واقيلا حنا دابا 18 يمكن شهر 8 ولا 20. كاين اللي قلت لكم ديال 500 درهم، فيها غير صالون. كاين 500، كاين 600 درهم. كطلع واحد شويه كتاخد شومبر صالون وفوسط لا كويزين، كتولي تهضر على 700 درهم، 800 درهم. كطلع لجوج بيوت وصالون كتولي تهضر على 800 درهم، 900 درهم، 1000 درهم. وهنا الاخوان راه كاين حتى لا بيسين في هاد لا ريزيدونس. حنا نهبطو لتحت وغادي نوريكم الكمالة. نوريكم دابا. ها انتوما حنا هبطنا لتحت، غادي نزيد نهبط. ها هو لي كابون اللي بغيت نقول لكم، مع هذا الاخوان دو سي لا فيديو. هانتوما نهبط باش نصور لكم. كاين هادو شفتوهم، هادو كيطلعوا على هذا الباركينغ الثاني. ها هو الباركينغ الثاني، كتسمع هذا الصوت ديال هاد الحشره هادي. هذا الباركينغ الثاني هو هذا، تقدر تستاسيون الطوموبيل اللي كيسكن هنا كيستاسيون طوموبيلتو وكيطلع لهنايا. هادو الاغلبيه فيهم جوج بيوت وصالون، الاغلبيه هادو كبار شويه. هانتوما هذا شوف، انا غنمشي دابا نوريكم لتحت، نوريكم لابيسين. ها انتم شفتونا هبط لتحت دابا، هم باقي هنا كمالين. راه هي لاكوط، راه اونفاس. انا غنمشي دابا نوريكم لابيسين، سيرتو الدراري الصغار. سيري الدراري الصغار هنايا. هانتوما يخرج عليا هادي، هاهما واحد السكنات واحد اخرين عاوتاني هنايا. هادو كيطلعو على لابيسين ديريكتوم. هادو كنصح بيهم شي واحد لي عندو دراري صغار وما باغي ولا بحر لا يخرج لا والو، باغي يبقى غير هنايا يستعمل هادو. السلام عليكم.
كنت كاين واحد التيران هنايا هو ديال الكره، جيب الكره تكون جي تلعب دابا لا بيسين باش نصوروها ما خصناش يكون الناس تي غنديرو لها غنشوفو هي هادي حاول ندير واحد التصويره خفيفه خفيفه ظريفه هاي باش تكون عندكم الفكره باش منصورو حتى شي واحد هاي بغينا باش منصورو حتى شي واحد فهمتو الناس كتعوم مايمكنلكش مايمكنلكش تصورها المهم باش تعطي فكره راه كاين واحد البصه واحد اخر ديال الدراري صغيورين كاع عامين 3 سنين راه كاين تاهو تما هاد الباركينغ راه فابور الباركينغ ديال لا ريزيدونس انا نخرج برا ونوريكم السميه ديال لا ريزيدونس راه ريزيرفاسيون هنايا كتاخدي النمره ديال شي كونسيير ديال شي سانديك ولا شي اساس راه كي تعيط ليه في التليفون راه كيريزيرفي هانتوما خرجة هي هادي يا اخوان كتخرج ديريكتومون كتخرج في لاكوط غنحاول نوقف هنايا باش نوريكم لا ريزيدونس هاهي ريزيدونس مضيق مرسى هي هادي هانتوما شتوها وهادي لافو بالليل لافو بالليل من لا شومبر كيبان لك بحال هكا انت كتطلع للبور كتطلع للبحر راه حتى انتما راه البور كيبان من هنا وكتبان هذيك تيديروا ديك السهره بالليل حتى هي كتبان من هنايا هو اللي ما عزيزش عليه الصداع ما ياخذش هاد لافي سور مير لان كتطلع على ديك السهره تكون الصداع ما تيوقفوا الموسيقى حتى شي 3 ديال الصباح عاد تيوقف الموسيقى اللي بغى لو كالم ياخذ الجهه ديال الغابه كتسمع السكات تما كتسمع الحشرات الحشرات تتغني هذا هو اللي كاين يا اخوان حفظكم الله تبارك الله عليكم